كيف ريلك الحين يدي؟ تعورني شوية، الظاهر اني بعتزل رياضة تسلق الجبال. منصور، عاد انا ولدي بغيت من خدمة الحين، هالشي وايد مهم وابغيك توصل الرسالة لمكتب البريد. انا كنت بوصلها بنفسي لكن مشوار مكتب البريد بعيد. تامر امر يا يدي، بس الحين الساعة 12، عندي وايد وقت. الله يحفظك ولدي، في حفظ الله. سلام. منصور. مرحبا منصور. مرحبا منصور. مرحبا شباب. هلا. شو الاخبار؟ ما شيء، عندي رسالة من يدي لازم اوصلها لمكتب البريد. الظاهر ان الموضوع طارئ. طارئ؟ ممتاز، يعني نحن في مهمة. مهمة توصيل رسالة؟ دير بالك يمكن تكون خطرة. صحيح، مو بكل شيء نسويه لازم يكون مغامرة مثيرة يا سالم. وصلنا. المهمة على وشك الإنجاز. ها؟ الباب مقفول؟ أو لا، شو بنسوي الحين؟ آه، شوف مكتوب هني أقرب مكتب بريد يقع في وسط المدينة. مكتب البريد المركزي يغلق الساعة 2 ظهرا. وسط المدينة؟ لازم نتحرك، الساعة الحين 12:30. لحظة شوي. تعالوا نحن عدال حديقة المدينة. انزين، مكتب البريد على الطرف الثاني من الحديقة. كل اللي علينا ان نسويه ننزل ونمشي داخل الحديقة للطرف الثاني، بسيطة. يلا نروح. تتوقعون شو مكتوب في هالرسالة؟ تعرف؟ أنا متأكد أن يدك عميل سري. يمكن هذه خطة سرية. هو مو بعميل يا عبيد، عمره الحين 73. خلاص عيل، هو عميل جديد، احتمال يكون زعيم الجواسيس. بعد في وقت، باقي ساعة قبل ما يسكر مكتب البريد. شكلها صدق بتتحول لمهمة حقيقية. ها، منو كان يتوقع ان توصيل رسالة بيكون بهالخطورة؟ أي. أي. تريوني. شكله في سباق هناك. كيف بنقدر نعبر الشارع؟ عبيد امسك الرسالة. لازم يكون في طريق ثاني، بشوف برنامج تحديد المواقع. الرسالة. حركة حلوة يا عبيد. وراه. يلا يلا. مرحبا، لو سمحت لحظة. منصور. شو ها؟ 114؟ انت خذيت رقم العداء مو بالرسالة. شكرا وآسف وبالتوفيق في السباق. باقي لنا 40 دقيقة، تعالوا. ها
أخيرا ما في شيء بيوقفنا الحين. منو كان يظن أن رسالة صغيرة ممكن تسوي كل هالمشاكل؟ ها؟ ها؟ لا! ها؟ شو اللي قاعد يصير؟ يلا اسرع يلا 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 ادخل لا لازم يكون في طريقة ثانية. نحن ما نقدر ندخل من البوابة، بس نانو يقدر يطير من فوقها. فكرة ممتازة. مرحبا منصور، عندي لك مهمة يا نانو، وضعية البحث والتحديد. جاهز للتنفيذ. ضيعناهم. لحظة شوي، أقدر أتبع نانو بتلفوني. هالصوب. إيه. مستحيل نوصل على الوقت، مكتب البريد بيسكر عقب 12 دقيقة. ما في شيء مستحيل، يلا. لقينا النورس والرسالة بعدها عنده. شباب شباب شوفوا نحن وين. مكتب البريد، بس نحن وايد متأخرين. نحن سوينا كل اللي نقدر عليه. الرسالة. مرحبا يدي. بلاكم يا اولاد، اشكالكم تعبانين. تعالوا 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 اشربوا ليمون بالنعناع. منصور وصلت رسالتي؟ هي يدي وصلتها بمساعدة عبيد وسالم واكيد نانو. انزين عسى بس ما تعبتكم وايد. تعبك راحة يا يدي. تدري انا انتبهت اني اعطيتك الظرف خالي. عاد انا نسيت احط الرسالة داخل الظرف، سامحني. شو؟ بس اعتقد ان الرسالة كانت لازم توصل باكر. صحيح، عشان كذي صورت الرسالة بالماسح الضوئي بعثها بالبريد الالكتروني. التكنولوجيا شيء عجيب يا اولاد. ها؟ الله، شوفوا الجزر. واو روعة. ما
أصدق أني أنا في وسط المحيط الهادي. بشوفكم على الشاطئ بعد كم من ساعة، سيروا استكشفوا المكان، بس ها انتبهوا. شوفوا هالغواصة العجيبة. شو رايكم نسأل إذا نقدر نركبها؟ أكيد ما بيخلونا نركبها. السلام عليكم. وعليكم السلام. وايد حبينا غواصتك. شكرا. وين بتروحون بالغواصة؟ بنغوص في خندق ماريانا اللي هو أعمق وأكثر منطقة معزولة في المحيط. أتمنى أنني أكتشف شيئا جديدا. يعني تقصد مخ عبيد؟ ما يضحك. شو تتمنى تكتشف؟ لا أعلم، بس المحيط فيه وايد أشياء غامضة وكائنات غريبة في مناطق مجهولة، ولا أعتقد تم اكتشافها إلى الآن. هناك أشياء غريبة تحت المحيط، أشياء كبيرة وخطيرة، أشياء يمكن أن تندموا إذا اكتشفتموها. أنا جدا مشغول. باي، مع السلامة. ها، تعالوا نستكشف باقي الجزيرة. بس هذا اختراعي الجديد. شو ها؟ هذا جهاز الهولوغرام. شوفوا، توجهون صوب اللي تبونه، تكبسون الزر عشان تلتقطون الصورة، وبعدين يظهر الهولوغرام. شوفوا هالمسكين الصغير. تبي تاكل؟ تبغي منها؟ اوه، هالقرد يحبني. يمكن لأن ريحتك مثل ريحة الموز. عليها. ها؟ مثل شو؟ مثل هاي المشكلة اللي حطيتنا فيها؟ يتم ضغط سهل. المسافة المقدرة لوصول قاع المحيط هي 6 كيلومترات. شو بنسوي الحين؟ خلاص، ما نقدر نسوي شيء. يلسوا استمتعوا بالرحلة. أوف. مرحبا شباب، تسمعوني؟ انتوا بخير؟ ها، نسمعك، نحن بخير. شو تسوون في الغواصة؟ كنا نلاحق صديقنا الصغيرون اللي خذا أكل عبيد، وبالغلط ضغطنا على زر التشغيل. أي صديق صغيرون؟ ماذا؟ قرد في غواصتي؟ لا تقلقوا، سوف تكونون في أمان. الغواصة مجهزة بنظام ملاحة آلي يأخذكم لقاع المحيط. انتظروا قليلا. شوفوا.
في كائنات غريبة هني بعد. شوف شوف منصور، في قرلد، نص قرد ونص ولد. أنتم الآن في خندق ماريانا، لم يصل أي إنسان لهذا العمر. وصل له العمر من قبل؟ أوه لا 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 لا، لا يوجد إنسان ولا قرد وصلوا لهذا العمر من قبل. الرادارات تلتقط مؤشرات حيوية قوية. هالقبقوب أكبر عن الفيل. هالقبقوب أكبر من 10 فيلة. ها نقدر نسوي سلطة قبقوب عودة. شوفي كم تطالعوني. لم يرى أحد هذا الكائن. شوف إيش كبره ما شاء الله. اكتشاف رائع، روعة. طالعنا بطريقة غريبة. يالس يطالعنا مثل ما عبيد يطالع الآيس كريم. شكله يتحران أكل. ولكن هذا لا يبشر بالخير. سو شيء يا ريال. لا نستطيع أن نعمل أي شيء. الغواصة مبرمجة بخط ملاحة أوتوماتيكي. يا يصوبنا. والغواصة بعد متجهة صوبة. طلعنا من هني. شو ممكن أسوي؟ فكر يا منصور فكر. أعتقد أن حان وقت الوجبة الأخيرة. نانو تقدر تخترق نظام الغواصة وتعطيني التحكم؟ بحاول. بسرعة يا نانو. يا جماعة احنا على وشك ان نتحول وجبة للقبقوب. يلا يا نانو أسرع. يلا اختراق نظام الغواصة. تم تعطيل نظام الملاحة الأوتوماتيكي. ممتاز. الحين بطلعكم من الخندق. إذا ما نقدر نزيد سرعة الغواصة. هذه أقصى سرعة. شو بنسوي الحين؟ لقيتها. نقدر نخوفها بشيء أكبر. بنشوف الحين إذا القبقوب يحب كينغ كونغ. أوف ما نفع، رحنا فيها. كيف القبقوب ما يخاف من هالقرد العملاق؟ شو ممكن يخوفه أكثر؟ هذا أكيد يخوفه. شو؟ هذا أكثر شيء شفته يخوفه بحياتي. نجحنا. والفضل يعود لويح سالم اللي يخوف حتى القبقوب العود. العفو العفو، الحين ممكن نروح قبل لا يرجع لنا مرة ثانية. صح، خلنا نرد البيت. يلا تمسكوا. الحمد لله على سلامتكم. ومبروك اكتشافكم القبقب العملاق، وتكريما لاكتشافكم قررنا نسميه قبقوب منصور العملاق. استويت قبقوب يا منصور. اسمي منصور. ما في شيء يخوفني الا ويح سالم العملاق. توا دخل مدار الأرض. لقيته. الهدف يهبط في المكان المتوقع. شو المشكلة؟ ما يستجيب. الحقه. وين متوجه؟ ما عندي أي فكرة.
ما عندنا شيء زين نعرضه اليوم في الصف. منصور انت متأكد ما عندك اي شيء نعرضه اليوم؟ يالس اشتغل على شيء. شوفوا على وشك تنهرس بالنيزك يا عبيد، بس صورت لقطات فيديو رهيبة. خلونا نقرب ونشوفه. هذا مو بنيزك، هذه مركبة فضائية. اركضوا. شو ها؟ أتمنى إنه ما يذوب مخي. أتمنى إنه ما يأخذني للفضاء ويجري علي تجارب. هذا مو كائن فضائي، هذا روبوت. لا تخافون، تراه مسالم. منصور، شو السالفة؟ ما أدري. برا! طلع فوق. شو بنا متحمس على الحفر. ما أعرف، خلونا نشوف نانو شو بيقول. مرحبا منصور. نانو تقدر تعرف منو صديقنا الجديد لو سمحت؟ حاضر منصور. والله شكلها سوالف الروبوتات ممتعة. يقول انه عربة استكشاف فضائية وان هيئة الفضاء جايين ياخذونه. انزين وليش ما يتم في مكان واحد؟ تقدر تطلب منه يوقف الحفر ويتريى هيئة الفضاء؟ يقول إنه ما يقدر يوقف ومبرمج على هذا الشيء. نانو تقدر تدخل في نظامه؟ داري الدخول في النظام. تم الدخول. أخيراً دام نانو دخل النظام بيوقف الروبوت عن الحفر. هو تأخرنا على المدرسة. بس حصلنا أفضل شيء ممكن نعرضه للصف. الشخص التالي في العرض هو طارق. أنا جبت هالشي عشان أعرضه عليكم. مستحيل أخلي حد يجربها غيري. مشكور يا طارق، التالي هو منصور. مستحيل تعرض شيء أحسن عن هذا. في الواقع عندنا شيء من خارج الأرض حابين نعرضه. بالضبط. صدق؟ وينه؟ نانو ممكن تجيبه داخل الصف؟ هالروبوت هبط اليوم في الحديقة. هبط من الفضاء الخارجي. ما صدق عيوني. كان يجمع عينات من الفضاء الخارجي. نقدر نشوف بعض العينات؟ أوه. أوه.
يقول إن صخرة مأخوذة من قمر يبعد عنا مسافة 1000 سنة ضوئية. يقول لك لا تلمسه. يا الله شو بنسوي الحين؟ يقول لك هم بيتمون على هذا الوضع للأبد إلا إذا عطيناهم المضاد بسرعة. بس شو هو المضاد؟ يقول لك إن المكونات موجودة في المركبة الفضائية اللي تحطمت في الحديقة. إنزين عيال شو ياسين نتريا؟ يلا نروح. بس بطارية نانو خلصت. شو بنسوي الحين؟ أعطوني تلفوناتكم وكيبلات الشحن. إذا قدرت أحول مسار الطاقة من التلفونات لنانو ممتاز. سويتها يا منصور. لازم نرد المدرسة الحين. خلونا نسوي المضاد. خلصت الحصة، أشوفكم باكر. أنتوا نجحنا. لا تنسون الناس اللي في الحديقة. ثلاث دقايق. بسرعة. بسرعة منصور. أخيرا. خلونا نرد البيت. شكرا على اهتمامكم بالروبوت. هذا من دواعي سرورنا. أتمنى أنه ما سوى لكم أي مشكلة. لا أبد. استمتع وياكم انتو الثلاثة اليوم اكثر من رحلته في الفضاء الخارجي. يبا يعطيكم هالشي. صدق؟ الروبوت ياب عينات كثيرة منها، تقدرون تاخذونها. شكراً. يلا خلنا نروح. مع السلامة. وها هم يدخلون في الجولة الأخيرة. تراهم قربوا منا. كمل انت بدوني. المنافسة شديدة على المركز الأول، ويفوز منصور.
كابتن. يلا يا سالم. لازم يطلع لخير. والمنافسة شديدة على المراكز الثلاث الأخيرة عند خط النهاية. وفي المركز الأخير سالم. عود نفسك تسمع هالشي من اليوم ورايح يا سالم. لا تحاتي يا سالم، في سباق ثاني الأسبوع الجاي، وأنا متأكد أنك بتقدم مستوى أفضل. إن شاء الله. أقول لك، ما تبغى جوتي رياضة؟ آخر شيء أحتاجه الحين هو الجوتي. بس هالجوتي مو بعادي، هذا يخليك تركض بسرعة البرق. لا مشكور. هالجوتي بيخليك تفوز في أي سباق. ها؟ كيف؟ شوف، بس إذا ما كنت تباه. لحظة بشتري. إنزين خلنا نشوف إمكانيات هالجوتي. ما أقدر أوقف، ساعدوني. عجيب، لازم أراوي هالجوتي لمنصور. من وين اشتريته؟ هالشي ما مهم، المهم إن الجوتي سريع جدا بس وايد صعب إني أتحكم فيه. أنا أحتاج مساعدتك. خلنا نشوف. ابدأ المشي. ساعدوني، ما أقدر. امسك. آسف. عجيب، هالجوتي صاروخ. سالم، تعرف كيف تقدر تتحكم فيهم؟ كيف؟ بالتمرين، وأنا أعرف طريقة آمنة تساعدك أثبت تتدرب. ها سالم، شو الأخبار؟ أعتقد أني أخيراً عرفت أتحكم فيه. شوفوا، نجحت يا سالم، قدرت تروض الجوتي. إيش رأيك نختبره بدون الأمان الحينة؟ هي أكيد. ساعدوني. مسكتك. ماما. انت بأمان. شكرا. أنا بجيبها. تفضلي. أحسنتي. با
بوصلك للباص. الله يحفظ. نسيت هذا. مشكور. يا سالم كيف كان الاختبار؟ كان عجيب. ساعات وايدين اليوم فضل الله ثم هالجودي. بس الحين اخترب واحتاجك تصلحه يا منصور. عسب تستمر في مساعدة الناس؟ لا، علشان أفوز على طارق في السباق الجاي. انزين يا سالم، بسوي التصليحات اللازمة للسباق. أهلا وسهلا بكم جميعا، السباق التالي سيبدأ بعد قليل. وين هم؟ وين هذي اللي تأخروا؟ سالم، سالم، منصور، جبت الجوتي؟ نعم، مع التصليحات المطلوبة. مشكور يا منصور. مستعد تخسر مرة ثانية يا سالم؟ ما أظن يا طارق، عندي هذيل. أوه، وايد حلوين. ها؟ من وين جبت هالجوتي؟ أيها العداؤون، خذوا أماكنكم. استعد للهزيمة مرة ثانية. أماكنكم، استعداد، انطلاق. شو جالس يستوي؟ ساعدوني. أسلوب جري مميز من طارق. طارق يجري في الاتجاه المعاكس ويتبعه كل من جمال وجميل. منصور الآن في المقدمة، ولكن سالم يشق طريقه بقوة. هذا أداء رائع من سالم. هل سيتمكن من اللحاق بمنصور؟ إنهما يتنافسان على المركز الأول. سالم يتقدم، سالم يتقدم، ويفوز سالم بالسباق. يا سلام، فزت عليهم، فزت. أحسنت يا سالم. الفضل يرجع لله ثم لهذا الجوتي المميز. بس اليوم ما كان سريع مثل العادة. لأن الحين هو جوتي عادي يا سالم. ها؟ شلتهم كلهم، وجودهم في الجوتي يعتبر غش. أنت تقصد أن... صح، أنت فزت بمجهودك. ها؟ كيف ريلك الحين يدي؟ تعورني شوية، الظاهر اني بعتزل رياضة تسلق الجبال. منصور، عاد انا ولدي بغيت من خدمة الحين. هالشي وايد مهم، وابغيك توصل الرسالة لمكتب البريد. انا كنت بوصلها بنفسي، لكن مشوار مكتب البريد بعيد. تامر امر يا يدي، بس الحين الساعة 12، عندي وايد وقت. الله يحفظك يا ولدي، في حفظ الله. سلام. منصور. مرحبا منصور. مرحبا منصور. مرحبا شباب. هلا. شو الأخبار؟ ما شيء، عندي رسالة من يدي لازم أوصلها لمكتب البريد. الظاهر أن الموضوع طارئ. طارئ؟ ممتاز، يعني نحن في مهمة. مهمة توصيل رسالة؟ دير بالك يمكن تكون خطرة. صحيح، مو كل شيء نسويه لازم يكون مغامرة مثيرة يا سالم.
وصلنا. المهمة على وشك الإنجاز. ها؟ الباب مقفول؟ أوه لا، شو بنسوي الحين؟ آه شوف، مكتوب هني أقرب مكتب بريد يقع في وسط المدينة. مكتب البريد المركزي يغلق الساعة 2 ظهرا. وسط المدينة؟ لازم نتحرك، الساعة الحين 12:30. لحظة شوي، تعالوا نحن عدال حديقة المدينة. انزين، مكتب البريد على الطرف الثاني من الحديقة. كل اللي علينا ان نسويه ننزل ونمشي داخل الحديقة للطرف الثاني، بسيطة. يلا نروح. تتوقعون شو مكتوب في هالرسالة؟ تعرف؟ أنا متأكد إن يدك عميل سري. يمكن هذه خطة سرية. هو مو بعميل يا عبيد، عمره الحين 73. خلاص عيل، هو عميل جديد، احتمال يكون زعيم الجواسيس. بعده في وقت، باقي ساعة قبل ما يسكر مكتب البريد. شكلها الصدق بتتحول لمهمة حقيقية. منو كان يتوقع ان توصيل رسالة بيكون بهالخطورة؟ تريوني. شكله في سباق هناك. كيف بنقدر نعبر الشارع؟ عبيد امسك الرسالة. لازم يكون في طريق ثاني، بشوف برنامج تحديد المواقع. الرسالة. حركة حلوة يا عبيد. وراه. يلا يلا. مرحبا، لو سمحت لحظة. منصور. شو 114؟ انت خذيت رقم العداء مو بالرسالة. شكرا وآسف وبالتوفيق في السباق. باقي لنا 40 دقيقة، تعالوا. وصلنا. أخيرا، ما في شيء بيوقفنا الحين. منو كان يظن أن رسالة صغيرة ممكن تسوي كل هالمشاكل؟ ها؟ لا. شو اللي قاعد يصير؟ يلا اسرع. يلا 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 يلا. لا. لازم يكون في طريقة ثانية. نحن ما نقدر ندخل من البوابة، بس نانو يقدر يطير من فوقها. فكرة ممتازة.
مرحبا منصور. عندي لك مهمة يا نانو، وضعية البحث والتحديد. جاهز للتنفيذ. ضيعناهم. لحظة شوي، أقدر أتبع نانو بتلفوني. هالصوب. إيه. مستحيل نوصل على الوقت. مكتب البريد بيسكر عقب 12 دقيقة. ما في شيء مستحيل. يلا. لقينا النورس والرسالة بعدها عنده. شباب شباب، شوفوا نحن وين. مكتب البريد، بس نحن وايد متأخرين. نحن سوينا كل اللي نقدر عليه. الرسالة. مرحبا يدي. بلاكم يا اولاد، اشكالكم تعبانين. تعالوا 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 اشربوا ليمون بالنعناع. منصور، وصلت رسالتي؟ هي يدي وصلتها بمساعده عبيد وسالم واكيد نانو. انزين، عسى بس ما تعبتكم وايد. تعبك راحه يا يدي. تدري انا انتبهت اني اعطيتك الظرف خالي. عاد أنا نسيت أحط الرسالة داخل الظرف، سامحني. شو؟ بس أعتقد أن الرسالة كانت لازم توصل باكر. صحيح، عشان كذي صورت الرسالة بالماسح الضوئي، بعثتها بالبريد الإلكتروني. التكنولوجيا شيء عجيب يا أولاد. ها؟ شوفوا الجزر. واو، روعة. ما أصدق أني أنا في وسط المحيط الهادي. بشوفكم على الشاطئ بعد كم من ساعة، سيروا استكشفوا المكان. بس ها، انتبهوا. شوفوا هالغواصة العجيبة. شو رايكم نسأل إذا نقدر نركبها؟ أكيد ما بيخلونا نركبها. السلام عليكم. وعليكم السلام. وايد حبينا غواصتك. شكرا. وين بتروحون بالغواصة؟ بنغوص في خندق ماريانا، اللي هو أعمق وأكثر منطقة معزولة في المحيط. أتمنى أنني أكتشف شيئا جديدا. يعني تقصد مخ عبيد؟ ما يضحك. شو تتمنى تكتشف؟ لا أعلم، بس المحيط فيه وايد أشياء غامضة وكائنات غريبة في مناطق مجهولة، ولا أعتقد تم اكتشافها إلى الآن. هناك أشياء غريبة تحت المحيط،
أشياء كبيرة وخطيرة، أشياء يمكن أن تندموا إذا اكتشفتموها. أنا جدا مشغول. باي، مع السلامة. ها، تعالوا نستكشف باقي الجزيرة. ها، بس هذا اختراعي الجديد. شو ها؟ هذا جهاز الهولوغرام. شوفوا، توجهون صوب اللي تبونه، تكبسون الزر عشان تلتقطون الصورة، وبعدين يظهر الهولوغرام. شوفوا هالمسكين الصغير، تبي تاكل؟ تبغي منها؟ أوه، هالقرد يحبني. يمكن لأن ريحتك مثل ريحة الموز. هاك. هاي. تعال، بعطيك وايد أكل. تشغيل جهاز الرصد. لا 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 لا، احنا فيها، ما خلى منها شيء. عبيد، عندنا اشياء اهم نركز عليها. ها، مثل شو؟ مثل هاي المشكلة اللي حطيتنا فيها. يتم الغطس الآن. المسافة المقدرة لوصول قاع المحيط هي 6 كيلومترات. شو بنسوي الحين؟ خلاص، ما نقدر نسوي شيء. يلسوا استمتعوا بالرحلة. أوف. مرحبا شباب، تسمعوني؟ أنتم بخير؟ ها، نسمعك، نحن بخير. شو تسوون في الغواصة؟ كنا نلاحق صديقنا الصغيرون اللي خذ أكل عبيد، وبالغلط ضغطنا على زر التشغيل. أي صديق صغيرون؟ ماذا؟ قرد في غواصتي؟ لا تقلقوا، سوف تكونون في أمان. الغواصة مجهزة بنظام ملاحة آلي يأخذكم لقاع المحيط. انتظروا قليلا. في كائنات غريبة هني بعد. شوف شوف منصور، في قرلد، نص قرد ونص ولد. أنتم الآن في خندق ماريانا. لم يصل أي إنسان في هذا العمر. وصل لها العمر من قبل؟ أوه لا 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 لا، لا يوجد إنسان ولا قرد وصلوا لهذا العمر من قبل. الرادارات التقطها مؤشرات حيوية قوية. هالقبقوب أكبر عن الفيل. هالقبقوب أكبر من 10 فيلة. ها، نقدر نسوي سلطة قبقوب عودة. شوفي كم تطالعوني. لم يرى أحد هذا الكائن. شوف إيش كبره ما شاء الله. اكتشاف رائع، روعة. طالعنا بطريقة غريبة. يالس يطالعنا مثل ما عبيد يطالع الايس كريم.
شكله يتحران أكل. ولكن هذا لا يبشر بالخير. سو شيء يا ريال. لا نستطيع أن نعمل أي شيء. الغواصة مبرمجة بخط ملاحة أوتوماتيكي. يا يصوبنا. والغواصة بعد متجهة صوبة. طلعنا من هني. شو ممكن أسوي؟ فكر يا منصور فكر. أعتقد أن حان وقت الوجبة الأخيرة. نانو، تقدر تخترق نظام الغواصة وتعطيني التحكم؟ بحاول. بسرعة يا نانو. يا جماعة، احنا على وشك ان نتحول وجبة للكبكوب. يلا يا نانو اسرع. يلا اخترع غواصة. تم تعطيل نظام الى حلوتك. ممتاز. الحين بطلعكم من الخندق. نزيد سرعة الغواصة. هذه أقصى سرعة. سكنة. شو بنسوي الحين؟ لقيتها. نقدر نخوفها بشيء أكبر. بنشوف الحين إذا القبقوب يحب كينغ كونغ. أوف، ما نفع، رحنا فيها. كيف القبقوب ما يخاف من هالقرد العملاق؟ شو ممكن يخوف أكثر؟ هذا أكيد يخوفه. شو؟ هذا أكثر شيء شفته يخوفه في حياتي. نجحنا. والفضل يعود لويح سالم اللي يخوف حتى القبقوب العود. العفو العفو، الحين ممكن نروح قبل لا يرجع لنا مرة ثانية. صح، خلنا نرد البيت. يلا تمسكوا. الحمد لله على سلامتكم. ومبروك اكتشافكم القبقب العملاق. وتكريما لاكتشافكم قررنا نسميه قبقوب منصور العملاق. استويت قبقوب يا منصور. اسمي منصور. ما في شيء يخوفني الا ويه سالم العملاق.